كنقول ماما بر ديال شوف التيفي انا بغيت نتزوج محتاجه الجواز من الزواج فهاد الوقت هذا واش نقول لك راه باز اخويا تركت لافار وي تركك باغي نتزوج انا عرفتي شكون هي نقول سميته لا ما نقدرش نقول سميته اسمحوا لي سعاد اش سعاد لا ما نقول كنيته حيت خوها معانا هنا لا انا يعني انا مافيوزي صافي يلاه رينيتي مافيوزي جوج حاجات كيجيو معلمهم الانسان من عالم الضر يا سلام وكتعطي الوالده ديك الحليبه ران تان 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 كيتقوت بها كيدير عاد كيجي سبع ايام عاد كيجي الحليب العادي العادي الوالدات حوليني ولكن دوك الوالدات اللي كانوا هادي في الثلاثينات دابا كاع ما بقاو كيرضعوا من زاد لوكاك على مالي يشرفني كطيح لي بالبقر العجول حتى هو كتكبر دعيت له ديس حليب البقر حليب سمير سمير الحمد لله عطاتو البقر مرة عطاتو المعجة بارك من البطالين فهو الجزاء من جنس العمل بقى تعنت باغي يسكت حالتنا ما شاء الله عطي الحليب ما شاء الله دابا اوروبا كيعطيو الكاورية عندنا بسطيلة تنبيعوها الحمد لله 3 دراهم وكاني تنحسبوها لهم 60 ريال خونا هذا دايما خونا وكذلك السمك عندنا السمك شحال دايره ما عندناش الحوت عندنا السمك تنبيعوها ب 4 دراهم ولكن تنحسبوها لهم 80 يا خويا منير كلشي بخير سولي يا خويا منير عافاك شي بنكه اللي كيعطيو الكريدي شوف لي يا خويا 150 مليون سولي عافاك على شحال فيها ديال الحبس